مغون کا غلام کہہ دینا، مغون کا غلام کہہ دینا، میرے دل کا پیام کہہ دینا، میرے دل کا پیام کہہ دینا، جب کبھی أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل شفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أصحاب الميمنة والذي كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله.